عكس ما الناس فاهمة أنه قانون التأمين الصحي الشامل بيهدد عمل قطاع التأمين الطبي الخاص وشركات الرعاية الصحية، لا بالعكس، ده بيفتح مجالات أوسع جدا لهذه الصناعة بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الاجتماعي. ازاي؟ ان القطاع الخاص اولا مسموح له ان هو يقدم ما يسمى بالدوبليكت انشورنس، يعني المواطن او صاحب العمل يقدر ان هو يعمل وثيقة تأمين طبي للعاملين لديه، بالاضافة تكون مكملة وتضيف الى برنامج التأمين الصحي التي تقدمه الحكومة، وده ما يسمى بالكومبلمنتري سيرفيسز والسبلمنتري سيرفيسز. كمان بالعكس، المادة 10 في القانون حطت إطار عام إن هي ممكن تسمح إن صاحب العمل اللي عنده already تغطية تأمينية مع القطاع الخاص، إنه هو بيسمح لشركة التأمين الطبي دهية اللي مقدمة هذه التغطية إن هي تعمل استرداد نقدي لبعض الخدمات اللي هتقدمها لمشتركينها من نظام التأمين الصحي الاجتماعي. فالحقيقة دوت فتح لنا طبعا مجالات مختلفة، أبواب جديدة. مش كده وبس، أنا بتوقع أنه خلال السنتين القادمتين شركات التأمين لازم تطور من نفسها وتبتدي تنزل بمنتجات مخصوص بتتفصل مخصوص عشان تكمل منظومة التأمين الصحي الاجتماعي، زي مثلا ان هي برنامج هيلغي قائمة الانتظار والويتنج ليست، برنامج يرفع درجة الإقامة، بدل ما تخش في درجة مزدوجة او 3 أسرة او 6 أسرة، لا عايز واحد يتعالج في درجة اولى ممتاز. في الأسنان بيغطوا الخلع فقط، طب ليه ما غطيش الحشو بأنواعه مثلا؟ اللجنة دي هتختص بتعاقدات هيئة التأمين الصحي الشامل اللي هي الحكومي مع مقدمي الخدمات، ملاش علاقة بتعاقدات القطاع الخاص معهم، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحقيقة احنا عانينا فعلا في سنة 2017 من ارتفاع غير مسبوق في خدمات الطبية سواء العلاجية او التشخيصية، ولكن تداركنا الامر وابتدت طبعا دوت ينعكس على ارتفاع في اسعار وثائق التأمين الطبي وبرامج الرعاية الصحية. اعتقد لسه سنة 2018 هتشهد برضو نوع من انواع المواءمات، هيبتدي يستقر السوق الى حد ما مع تعديل اسعار وثائق التأمين الطبي وبرامج الرعاية الصحية. نتوقع ان شاء الله في 2018 مش هيبقى فيه زيادات اخرى في اسعار الخدمات الطبية، لكن اصبحت خدمة زيها زي اي خدمة او سلعة موجودة في البلد سعرها طبعا زاد. حاليا احنا بنتكلم على شركات التأمين تجاوزت 2 مليار جنيه اقساط، شركات الرعاية الصحية تجاوزت 4 مليار جنيه اقساط، فتقدر تقول ان السوق الرعاية الصحية والتأمين الطبي كله تقريبا 6 مليار جنيه اقساط، وده طبعا رقم كبير. لسه ما شفناش اللائحة التنفيذية بتاعت القانون نفسها، لكن احنا شايفين ان في تحديات هتقابل وفي فرص كمان. التحديات ان انت بقيت بتخلي الشركات اللي بتشتري الفلوس اللي بتطلع من ميزانياتها للتأمين الصحي الإجباري هتبقى أعلى بكتير، فبالتالي قدرتهم ان هم يشتروا تأمين صحي خاص هتقل. بس في كمان فرص ان المنتج اللي هيطلع في التأمين الإجباري مش هيكفي كل متطلبات شركات القطاع الخاص اللي بتنافس على احسن كفاءة، لان هو في الاخر منتج التأمين الطبي لشركات القطاع الخاص عشان يحافظ على موظف ويقدر يستقطب الموظف الجيد من السوق. فهيبتدي يبقى في فرص لمنتجات تانية تتزود تدي ميزة تنافسية للشركات، دي حاجة. الحاجة التانية، احدى التحديات الرئيسية التعامل مع مقدمي الخدمة. احنا بنتوقع طبعا هيبقى في لائحة، في اللائحة التنفيذية يبقى في لائحة اسعار واحدة. ما نعرفش لائحة الاسعار الواحدة اللي هتطلع دي هل مقدمي الخدمة هيقبلوها ولا لا، هل هيحبوا يتعاملوا مع التأمين الصحي ولا لا بناء على لائحة الاسعار دي، هل هيبقى في ميكنة وتعامل عن طريق ستاندردز سيستمز مع المستشفيات ولا لا، دي حاجات لسه احنا مش شايفينها. لكن ما نقدرش نقول النهارده في فرص واضحه 100% ولا في تحديات واضحه 100% لغايه ما نشوف بدايه التطبيق والتجربه اللي هتعمل الاول. وعشان كده برضو احدى المميزات معموله على مراحل لغايه ما نشوف زي ما بيقولوا كده راسنا من رجلينا. التحليل سعر الصرف ما حصل، طبعا حصل المقدمين الخدمه الصحيه كلهم حصل لهم حاله ذعر، لان بقى هو في حاجات كتيره بيضطر يجيبها من بره او بيدفعها بالعمله الاجنبيه، وبالتالي ابتدى يرفعوا اسعار كتير قوي منهم بدون دراسات لغايه ما يشوف ايه اللي تم على السوق. من خوفهم ابتدوا يرفعوا في الاسعار. الاسعار لما زادت اثرت طبعا على مستوى التعويضات، وبالتالي شركات تامين كتيره حققت خسائر. طبعا احنا الحمد لله كنا محظوظين ان احنا في سواء في حساباتنا الالكترونيه او طرق تشغيلنا عشان كلها محوكمه وكلها سيستم كنترول. مش هقول لك ان فضلنا نعمل او كل شركات تامين بتعمل مكاسب، لا، لكن على الاقل تم التحكم في الخسائر بشكل قوي جدا بالمقارنة للآخرين أو وثائق أخرى.
والحقيقة لسه المردود بتاع تعويم الجنيه لسه برضو ما انتهاش 100%، ونسب التضخم في السوق المصري فضلت عالية حسب البيانات الصادرة يعني. فبالتالي في لسه تأثير، لكن احنا شايفينه ابتدى يقل، وهيبتدي السوق يخش في استقرار بالوقت، وده هيدينا فرص، مش هنقول نعوض خسائرنا لكن نتجنب خسائر جديدة، لأن المشتري كمان مش قادر يدفع الزيادات دي، لأن الزيادات جت على المشتري في كل حاجة مش بس في التأمين الطبي، فابتدى يقرص في حتت ويسيب في حتت على أساس أنه برضو يقدر يدير ميزانياته بشكل قوي.